كيفاش تم الصلح؟ تلاقيت معاه في رمضان، صافي شتو تلاقينا، طلبت منه السماحه وصافي رجع داكشي كيف ما كان في الاول. الصراحه فرحانه بزاف حيت هو عزيز عليا، وكنت ديما واخا كانوا بيناتنا دوك المشاكل كنت ديما تخرج تنقول راه بابا عزيز عليا بزاف. الصراحه تتعامل معايا ايمان مزيان، زعما ما سمعت منها حتى شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، ومحاسباني بحالي بحال الدراري يوسف وايمن، والحمد لله كلشي هو هذاك كلشي مزيان. كنلعبوا شويه، كنطيبوا لنا الماكله ما ناكلو، كنعوموا، كنديروا كلشي.